زي ما لسه بنقول ولسه كريم بيقول ان الورش التحضيريه ابتدت بالفعل ايام قليله، والانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعه من مدينه شرم الشيخ، واللي هتبتدي انطلاق يوم 10 يناير وهتستمر لغايه يوم 13 يناير. حدث كبير واستثنائي العالم كله هيتكلم عليه وعن اهميته، خصوصا الاشادات الدوليه بتنظيم النسخه الرابعه. خلينا نقرا اهميه اقامه النسخه الاستثنائيه من منتدى شباب العالم مع الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، واللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا أستاذ عماد، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا أستاذة منى، وصباح الخير أستاذ محمد، تحياتي ليكم ولكل المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وحضرتك بألف صحة وخير. أستاذ عماد، يعني إحنا ليه بنعمل منتدى شباب العالم دلوقتي؟ العالم كله فيه كورونا، وبرغم من كده إحنا بنعمل المنتدى وبعتين أو مستضيفين شباب من 160 دولة ومجمعينهم عندنا في شرم الشيخ، ليه؟ بنعمله عشان نثبت ان احنا الامور كويسه عندنا، والامور مستقره، وفي سيطره الى حد كبير جدا على الجائحه، وفي قدره على التنظيم. ومش اول مره نعمل، يعني احنا طبعا دي النسخه الرابعه اللي هتتعمل ابتداء من يوم الاثنين ان شاء الله، لكن خلال السنه ونص او سنتين بتاع كورونا احنا عملنا احداث كبيره جدا ونجحنا فيها، من اول البطولات الرياضيه للفنيه للسياسيه، والامور مشت وعدت، وكان درجه النجاح كبيره جدا في وقت كان العالم كله، او مش كله، عدد كبير من دول العالم عندها مخاوف واصابات كبيره. فالحمد لله ده يعني اشاره مهمه الى القدره المصريه على تنظيم احداث كبيره وبنجاح كبير ايضا. أكيد. أستاذ عماد، الأجندة الخاصة بمنتدى الشباب في نسخته الرابعة أجندة يعني مميزة جدا، العنوان الأكبر واللافت: العالم والإنسانية ما بعد كورونا. تحتها محاور كتيرة جدا: السلام، التنمية، الإبداع، التحول الرقمي، الطاقة، التحولات المناخية. شايف إزاي جدول أعمال وأجندة المنتدى السنة دي، وإلى أي مدى هو بيضع موضوعات عالمية أمام شباب العالم؟ صحيح، اتفق معاك، الجدول متخم بموضوعات كبيره وقويه، وتقريبا هي الموضوعات جدول اعمال العالم او القضايا الرئيسيه الملحه اللي بتهم كل العالم، كان اجنده العالم كله موجوده في المنتدى. بالضبط، يعني كما يعني فهمت من البيان الاساسي اللي طلع من اداره المنتدى قبل حوالي يومين، كل الموضوعات منطلقه من محاور ثلاثه اساسيه للمنتدى: السلام، الابداع، التنميه. يعني المفروض هيبقى في ورشه عمل تحضيريه عشان الموضوع الرئيسي مناقشه اثار الجائحه. بعد تحت يعني ان هذا الموضوع، الجائحه هو الموضوع المسيطر على العالم، وكلنا تقريبا دلوقتي في كل العالم كل الموضوعات دي ما بعد الجائحه، تداعيات كورونا. الجائحه اثرت بشكل او باخر على كل الموضوعات وعلى كل القضايا. وبالتالي هتكون سماعه في موضوعات كثيره جدا حتى لو كان يبدو انها بعيد عنها، لكن في المقابل ايضا في قضايا مهمه جدا. على سبيل المثال مراجعه الاهداف الامميه للتنميه المستدامه 2030، ده برضه موضوع بيشغل العالم كله: مستقبل القاره الافريقيه، مستقبل التكنولوجيا الماليه للاسواق الناشئه، التحول الرقمي، منظور شباب الجيل على ما بعد الجائحه، السياسات الماليه الرشيده، التحديات البيئيه، وده موضوع في منتهى الاهميه، تنام الدور العالمي للشركات الناشئه، مبادره الحياه الكريمة. انا بس عايز اركز على نقطه الشباب المصري ازاي يقدر يبقى فيه وعي اكبر بمساله التغيرات المناخيه والبيئه، لان ده برضه موضوع في منتهى الاهميه. حان الوقت ان كل شباب العالم ومنه الشباب المصري، لان للاسف الشديد شئنا ما بين هذا الموضوع بدا يؤثر على العالم كله. ما حدش كان بيتصور ان يبقى فيه جليد وحبات جليد بتنزل على الغردقه، فده جزء من التغير المناخي، وبدانا نشوف ظواهر كثيره غريبه جدا مش بس في مصر، في العالم كله. محتاجين انه ممكن يعني مؤتمر المنتدى العالمي للشباب منصه مهمه جدا، صحيح، خصوصا انه بيحظى برعايه الرئيس وحضوره ومناقشات تذاع على الهواء، ان هذا الوعي يوصل للشباب المصري بصوره واضحه عشان يبقى مدرك لاهميه هذه القضيه، ثم مدرك اكثر لكيفيه التعامل معها.
هيبقى فيه طبعا جلسه مهمه عن مواجهه التغيرات المناخيه بعد جلسه اللي هي خصوصا لشرم الشيخ استاذ عماد، هتستضيف قمه المناخ اخر العام يعني اخر 2022 27 بالظبط كده. واظن ان المؤتمر هيسلط الضوء على هذا المؤتمر المهم جدا، يعني انظار العالم كله هتبقى متوجهه لشرم الشيخ بدءا من الان، وحتى يعني موعد انعقاد القمه قمه المناخ هيبقى فيه ايضا مستقبل الرعايه الصحيه والتداعيات السلوكيه والنفسيه، وده برضو موضوع مهم. الرعايه الصحيه هي الموضوع الاكثر اهتماما واشغالا للعالم كله بعد صحيح. كورونا، التجارب التنمويه في مواجهه الفقر، مستقبل الطاقه طبعا، في حاجه مهمه هتبقى استدامه الامن المائي، وحان الوقت برضو شباب العالم يعرفوا اكثر عن التعنت الاثيوبي في عدم الوصول لاتفاق فيما يتعلق بقضيه إدارة وتشغيل سد النهضة، إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، إعلاء القيم الإنسانية، وطبعا في حاجة مهمة جدا اللي هي صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة. الموضوعات كلها موضوعات في غاية الأهمية، الضيوف على مستوى عالي، ونأمل إنه يبقى فيه مزيد من الوعي ومزيد من الاهتمام من قبل الشباب عموما بهذا الموضوع المؤتمر المهم، حتى يساهم في نقله اكبر للامام ان شاء الله. استاذ عماد، ده بالنسبه للشباب المشاركين بالفعل او متواجدين بالفعل في شرم الشيخ. الجديد اللي قدمه السنه دي المنتدى الابلكيشن او التطبيق الخاص بالمنتدى اللي هيتيح للشباب متابعه، او هيتيح لاي حد مش بس الشباب، متابعه جلسات وورش عمل المؤتمر. اعتقد دي نقله اخرى بعد وجود 500,000 شاب مسجل طلب حضور على الموقع الرسمي للمنتدى، وطبعا عدم امكانيه استضافه نصف مليون شاب. اعتقد فكره الابلكيشن دي ممكن توصل الفكره لعدد اكبر بكتير من الشباب اللي موجود. طبعا منا هو كما تعلمين يعني التطور التكنولوجي ده يعني المفروض ان احنا بنستفيد منه يعني على الاقل في جوانب الايجابيه الكثيره. التطبيقات دي في غايه الاهميه، بحيث ان احنا الشباب اللي زي ما حضرتك تفضلتي اكثر، يعني سمعت حاجه كانت بتقولها الاستاذه ساره بدر المتحدثه باسم المؤتمر، ان في اكثر من نصف مليون شاب قدموا من 196 دوله. بطبيعه الحال يبقى صعب تماما انه انت تقدر تستضيف هذا العدد في ظل الاوضاع الصحيه اللي هي صعبه والاحترازيه والاجراءات الاحترازيه. فبالتالي مثل هذا النوع من التطبيقات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع بيدي فرصه كبيره جدا للجميع ان هو يبقى متفاعل وكانه موجود، لانه الهدف مش بقى يعني طبعا الوجود مهم صحيح، والتفاعل الفعلي مهم، لكن اذا لم يكن هناك امكانيه لحضور الجميع فعلى الاقل تمام، يبقى في قدره لهؤلاء الجميع للوصول الى المؤتمر ومتابعه مناقشاته المختلفه. طب سؤال اخير استاذ عماد، مع انعقاد هذا المنتدى كيف يرانا العالم؟ يعني سؤال حول تصدير صوره لجمهوريه جديده لمصر بتحتضن الشباب، منصه حواريه، كيف يمكن تقديم هذه الصوره عالميا ما بعد مؤتمر او منتدى شباب العالم؟ انا بالفعل استاذ محمد يعني كما تعلم الامم المتحده ولجانها المتخصصه بقت تعاملت مع هذا المؤتمر من المره اللي فاتت باعتباره منصه مهمه جدا لطرح ومناقشه قضايا الشباب، وده تقدير مهم جدا. يعني الامم المتحده مش هتاخد بشجاع منا في مساله زي دي، فدي نقطه في غايه الاهميه. انت خدت شهاده دوليه صحيح. نمره اثنين، انت لما بتجيب الناس من كل العالم وشباب وبيسمعوا وبيروا، ده افضل يعني دي قوتك، جزء من قوتك الناعمه صحيح. ان انت يعني شرم الشيخ وسيناء بعد ان كانت مرتبطه في اسنان كثيرين بالحوادث وبالارهاب ومثلث المعرفش ايه في شمال سيناء، انت دلوقتي شرم الشيخ رجعت تاني، مش بس ان هي عوده السياحه بشكل الى حد ما كبير، لكن عوده المؤتمرات الدوليه الكبرى ومنصه للسلام وموضوعات متعلقه بالسلام والتنميه والتقدم صحيح. مش فده صحيح. انت بتدي صوره مغايره وبتدي قوه ناعمه لمصر ان احنا قادرين على ان احنا نعمل حاجات كثيره كويسه صحيح، والعالم كله يعني يرحب بيها ويخليها صحيح. هي مدينه للسلام والتنميه والابداع بصوت الشباب
اللي هيكون مسموع جدا ان شاء الله في هذا المنتدى صوت شباب العالم اللي هيكون متواجد في شرم الشيخ. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق.